نسائي سادتي، مرحبا بكم معنا اينما كنتم. مباراة غير عادية اليوم تلعب في ظل ظروف جوية صعبة وصعبة جدا، ليلة باردة في ملعب المباراة، ومع ذلك هذا الحضور الجماهير القوي. يا إلهي على الأجواء، يا إلهي على الجماهير التي تأتي على الرغم من الظروف الصعبة في مباراة اليوم، يدفعها عشق كرة القدم. توقعات أيضا ربما بسقوط أمطار على الملعب في الدقائق القادمة. بداية أحداث اللقاء، نقل كرة إلى الأمام، أغويرو، دافيد سيلفا، زينتشينكو، الكرة ملعوبة من مسافة، ميسي، لمسة على اليسار، يلعب كرة عرضية، أغويرو الآن إمكانية المرتدة، يلعبها طويلة، يبعد الكرة بعيدة عن المرمى، يلعب كرة على اليسار، يلعب عرضية داخل، ليونيل ميسي، روعة روعة روعة، الكرة في المرمى. سيطر الكنترول كان غير عادي، هي السبب الأهم في التسجيل. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. جواو كانسيلو، فودين يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، الآن فرصتهم للمرتدة، نيمار يلعب كرة بينية، أغويرو، زينتشينكو يبعد الكرة، ديفيد سيلفا، رياض محرز يستعيد الكرة سريعا، نيمار، ميسي يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، زينتشينكو، كرة إلى الأمام، لابورتي، الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. النتيجة 1-0. هندرسون، أرنولد، كروس، ميسي، ألابا يحاول تمريرها من بين المدافعين، أوه، هدف عكسي لم يكن منتظر بالمرة. يا له من خطأ مؤسف جدا. جواو كانسيلو، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم.
تعود الكرة إليهم مرة أخرى. يحاول أن يلعب كرة بينية، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. يبحث عن المهاجم، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يمر ويلعب كرة بينية. ليونيل ميسي، ميسي سددها بشكل قوي وفي مكان صعب، لكن حارس المرمى كسر كل هذه المحاولات. نهاية 45 دقيقة أولى، كل ما نشاهد الآن في شوط واحد. يا إلهي على هذا الأداب، على هذا التألق، على هذه السيطرة، على الهدفين، ربما أكثر في شوط المباراة الثاني. الفترة الثانية من المباراة تنطلق الآن. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. ألابا، نيمار، كروس، فرناندينو، لمسة بينية، اللاعب يستلم الكرة. كروس، هندرسون، كرة من جهة اليمين، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. كروس، يسيطر على الكرة. إمكانية مرتدة الآن. جواو كانسيلو، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. ميسي يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، وتسلل آخر. لابورتي، زينتشينكو، دافيد سيلفا، فرناندينيو، يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها. مرت الكرة، ليونيل ميسي، كرة باتجاه المرمى، الله ما أروعك. ينجح في التسجيل، لم يكن عنده الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. تم تذليل الفارق إلى هدف وحيد. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. ميسي، نيمار يحاول تمريرها من بين المدافعين. أغويرو، يا إلهي، جول! نجح في الوصول إليها برأسه، كانت اللمسة الأخيرة في منتهى الروعة. والتقدم الآن بفارق هدفين، هدف غير الأجواء هنا في الملعب على الأقل من جانب واحد. ألابا على تنفيذ الخطأ. يمرر الكرة ولكنها بعيدة جدا. هندرسون، ألابا يلعبها لمنطقة الخطر، فاتت ومرت وصلت إليه. يمر ويلعب كرة بينية، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. يلعبها إلى منطقة الجزاء، الفكرة ذكية ولكن التمريرة لم تكن بالشكل المطلوب. يلعب كرة بينية طويلة،
الكرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. كروس يلعب كرة بينية، يحاول أن يلعب كرة بينية، ثم الكرة العرضية. جواو كانسيلو يبعد الكرة عن مناطقه، كرة إلى الأمام، ميسي يلعبها على اليمين. ديفيد سيلفا، تحرك جميل، ليونيل ميسي، كرة طولية إلى الأمام، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن بهذا الجهد الكبير، بهذه الروح العالية، بهذا الأداء